يعني حاليا احنا اعداد النسب بالطلاق كلش كبيره، يعني المواليد كلش الصغيره جاي هسه احنا نشوف عادي، يعني انه المطلقات صغيرات بالعمر، فهي نعزيها انه لاسباب اقتصاديه، اسباب اجتماعيه، اسباب دينيه، اسباب ثقافيه. يعني الاسباب الاجتماعيه تعرفها انه يعني بسبب الماده، قله الماده. الاسباب الاجتماعيه تدخل الاهل بسبب صغر السن، الزواج صغيرات بالعمر، يعني بحيث ما بالغات انه جاي تتزوجا، فهذا راح يسبب انه طلاق بسبب اختلاف وجهات النظر بين الرجل والمراه. تقريبا ما راح اعطيك احصائيه دقيقه، يعني 38,000. فيما يخص المطلقات في تزايد وفي اعداد متزايده، فيما يخص التسجيل على الاعانه هو مستمر لغايه اليوم. اغلب المتقدمات لعام 2022 تم تخصيص يعني تخصيص اعانات حمايه اجتماعيه لهم ان شاء الله. كذلك موضوع ال 23 شمول 2023 قريبا جدا ان شاء الله سيتم بحث المتقدمات للشمول 23.